عام 2014 كانت شوارع بغداد مليانة فوضى. الحروب والمآسي كانت تحيط بكل زاوية، وآدم كان عايش بالعراق حالة مثل حال آلاف الشباب اللي يطمحون بحياة أفضل بعيدا عن الخوف والدمار. بالبحر عينك يا يمه ومحتار بغناني. آدم مثله مثل غيره قرر أنه يسلك طريق الهجرة إلى أوروبا، باع اللي يقدر عليه من ممتلكاته واتفق ويا واحد من المهربين اللي يوصلون الناس عبر البحر. كان يعرف أنه الرحلة راح تكون خطيرة وأن البحر ممكن راح يكون نهايته، لكن أمله بحياة أفضل كان أقوى من كل المخاوف. اللي صار وصلنا إحنا أربيل والتقينا ويا المهرب، وبذاك الوقت بلشت القصة الحقيقية. أول ما التقينا ويا المهرب قال لنا تروحون بالمكان الفلاني، وبعد ما رحنا المكان الفلاني دخلوا علينا عصابة وقالوا لنا شكوا فلوس بجيبكم تذبوها لو تتكتلون كلكم، وكل واحد كان شايل بجيبه تقريبا مبلغ 5000 دولار. أعتقد دخلوا عليه. العصابة بلشت تدخل. هذا اللي صار. كل واحد عندنا كان شايل مبلغ 5000 دولار، وهذا المبلغ كنا احنا خاليه حتى نوصل بيه اوروبا، لكن للأسف العصابة او المهربين او المافيا اللي احنا متفقين بيهم يودونا تركيا اختلفوا علينا في اربيل، واحنا تخلينا قدام امر الواقع، لو تتكتلون لو تطونا فلوسكم ونطلعكم. انطينا الفلوس مالتنا واتفقنا وياهم بالليل الساعة 2 انه يجون علينا. دزونا سيارة لاند كروز، تخيلوا 15 شاب بلاند كروز، يعني الرجل بالخشم بالعلق واحد بطيز الثاني، وخلونا بهاي السيارة وطلعونا المنطقة ما معروف اصلا، والسيارة تمشي بينا 4 ساعات، يعني حتى نفس ما تقدر تتنفس، يعني شفنا الموت بعيننا، لكن مشت السفرة الحمد لله والشكر. ولما وصلنا لقينا نفسنا انه احنا بداخل جبال وبحار وشلالات، منطقة تخبل بتركيا، إن الله وصلنا. لكن للأسف ذبونا بنص الطريق بمنطقة بتركيا حدودية جبلية، بمنطقة حدودية جبلية، وقالون إنه أنتم هناك تكملون طريقكم. تخيلوا إنه إحنا دول 15 شخص ويانا نسوان وزلم، فكنا نريد نعبر المنطقة اللي هي ما بين الجبال، كان اكو بحيرة صغيرة وشلالات، فتخيل ان انت تعبرها وانت وياك الجنط وياك النسوان وياك الاطفال، شلون تعبر هاي المنطقة؟ فكانوا جايبين حمار حتى يعبر العالم من المنطقة هذه للمنطقة هذه، فتخيلوا احنا واحد واحد نصعد فوق الحمار حتى نعبر المنطقة مع الشلالات. منطقة ما اقدر شلون اوصفها لكم، لكن ما تنعبر الا يعني بحيوان انه يشيلك، ما تقدر تعبرها على رجلك زين، وشلال ماشي قوي، فكانوا صاعدون المهرب عن طريق هذا الحمار. المهم المرة وقعت وآدم راح يركض ويساعدها ويشيل الطفل مالتها ويشيل الجنطة إلى آخره، لكن الحمد لله والشكر مشت على خير. ولما مشت وإحنا عبرنا الجبل هذا قلنا الله خلصنا وصلنا حاليا لتركيا. لا، إحنا وصلنا للدمار، وصلنا إلى المعسكر التركي اللي هو معسكر مع كرة قدم وكرة سلة، لكن مسوي كامب للاجئين سوريين عراقيين أكراد يزيديين مسيح سنة شيعة إيران، كل شيء موجود بالداخل. وإحنا دخلنا هناك بعد ما داخلين الباب المعسكر والريحة تلعب النفس تعيط من الباب، ريحة رجلينات على جواربات على زبالة على قرف، تخيلوا ريحة طيرت عقلنا. زين دخلنا احنا لهذا المعسكر وقالونا انه الان عندكم راح يكون تحقيق، فاحنا عبانا التحقيق ممكن راح ياخذ يعني 4 ساعات 6 ساعات، لكن التحقيق هذا طول شهر كامل احنا بالمعسكر هذا، المعسكر اللي اقرفت نفسنا من عنده. تخيلوا حمامات ماكو، اماكن تسبحون بها ماكو، دنيا شتاء ثلج سالب 10،
منطقة شمدينلي ويوكساغاوا في شمال العراق في جنوب تركيا، المنطقة الحدودية علينا، واحنا هناك موجودين. المعاملة للاجئين كانت بالقرف. اللاجئين كانوا يأكلون على الساعة 7 الصبح الريوق مالتهم شوربة مع صمون مع قطعة مربى هالقدوتها وزبدة، الساعة 12 صحن هالقدوتة مع المعكرونة، وعلى الساعة 6 نفس الشيء صحن المعكرونة بالغداء تأكلوه انتو بالعشاء. وتخيلوا النوم مالتكم البطانية متغطى بيها 1000 شخص قبلكم، يعني الريحة تلعب 60,000 نفس، وكنا من لا شارع عايشين بهذا المكان حتى ننتظر ايش وقت يفرج علينا ونطلع من هذا السجن. فادم باول يوم وثاني يوم ثالث يوم كان يدرس ان هو شنو راح يسوي بهاي المنطقة وشلون يطلع باسرع وقت. فبذاك الوقت تعرفت على بنية سورية. البنية السورية كان عندها عائلة بالمانيا، وشانت تقول انه انا عندي عائلة بالمانيا راح تسحبني. فقرر ادم انه هو يسحب شوية ويتعرف على هذه البنية السورية حتى يصادقها ويطلع وياها لأوروبا. لكن بعدين شاف موضوع اوروبا راح يكون صعب، شاف انه اكو ممكن بيه بحر ممكن بيه غرق الى اخره. وادم كان سافر بتركيا من زمان وحاب تركيا، فقرر ادم انه ممكن يعيش بتركيا. فالمهم كل اللي سويته أنا كالعادي، أول شيء تعلمت اللغة التركية، وأنا بتعلمت اللغة التركية بلشت أتكلم ويا العسكر التركي، وحشيت وياهم بصفة إنه أنا مترجم ممكن أساعد اللاجئين اللي موجودين بالداخل، لأن اللاجئين كانوا محتاجين أدوية، أكل، ملابس إلى آخره. فاتفقت ويا ضابط الجيش التركي اللي موجود في المعسكر إنه ممكن أنا أكون مترجم وياكم وأساعد لكم عملية الترجمة بين اللاجئين، وبنفس الوقت انه اني البي احتياجات اللاجئين حتى ما يصير عندنا مرضى هواية. وبالفعل قدرت اطلع اني من السجن واروح الى مدينة فان في تركيا، وشنت اطلع واطب براحتي واجيب اللحم بعجين واجيب الادوية واجيب الملابس واطب واطلع براحتي للسجن. وبذاك الوقت بنيت علاقة جدا حلوة ويا الضابط اوزغت. وبعد ما بنيت علاقتي الحلوة يا ضابط وزقت توسطت عنده وقلت له انه اني لازم اطلع بسرعة وقت اكمل طريقي لانه اني جدا متأذي. وتخيلوا بدل ما انتظر اني اشهر طويلة مثل اللاجئين اللي موجودين في داخل السجن، اني خلال اسبوعين طلعت من الكامب هذا. طبعا اصدقائي اللي كانوا معي بالسفرة كانوا بالداخل، وتكلمت ويا ضابط انه ممكن اطلعهم، فقال لي ادم اذا احنا راح نطلعكم كلكم فرح يفتحون العيون علينا الناس الأكبر من عندنا، فلازم نطلع أجزاء. بالفعل أخذت جواز سفراني وسافرت من منطقة فان إلى إسطنبول بالطيارة. وصل آدم لتركيا وبالتحديد مدينة إسطنبول، المحطة الأولى للعبور للاجئين العرب. لكن إسطنبول المدينة الكبيرة اللي تعجب الحياة خلت آدم يعيد التفكير بخطة. عندي مسافر لأوروبا ومخاطر بحياتي، ليش ما أحاول أبني شي هنا؟ وبهاي اللحظة قرر آدم أنه يبقى ويشوف شنو ممكن يسوي بهاي المدينة الكبيرة. آدم ما كان عنده خبرة بهاي المهنة، لكنه قرر يبدأ من الصفر حتى يحصل على شغل بمحل الحلاقة هذا. هو ما يعرف شي بالحلاقة، لكن صاحب المحل شاف بيه الإصرار والرغبة بالتعلم. آدم تعلم بسرعة وصار واحد من أفضل الحلاقين بالمحل، وصار عنده زباين يوثقون بشغله. بعد ما وصلت إلى مدينة إسطنبول تمشيت بالشوارع، قررت أنه أني أسكن في سنتر المدينة، وحتى أسكن بسنتر المدينة يراضي لكم كومة فلوس بذاك الوقت. فأني اللي سويته لقيت لي سكن مشترك بوسط المدينة، وبالسكن المشترك كان الشهر الواحد بيه $100، حتى تأخذ لك سرير وكانتور وحمام ومطبخ. ومن دخلت بالسكن المشترك لقيت الإرهاب، لقيت الزين، لقيت الشين، كل شيء موجود بالسكن المشترك وياي. ويدي كانت على قلبي لأنه فلوسي موجودة وياي بالدولاب المتبقية، ويدي كانت على قلبي إنه أنا شنو راح أسوي. فبلشت أطلع
كل يوم بالليل أبحث عن أماكن إنه أنا ممكن أشتغل بيها، لحد ما لقيت محل الحلاقة. محل الحلاقة دخلت وفرضت نفسي وقلت له إنه أنا حلاق سابق ومشتغل وكذا وكذا. قال لي تفضل أحلق. والله أنا أول ما حلقت بترت لي الزبون الأول، بعدين قلت له إنه أنا صفف شعر الآخره، إذا صفف شعر البنية حرقت شعرها. طبعا بذاك الوقت كان ضايج كلش من عندي، بس شاف بي انه اني احب اشتغل، شاف بي انه اني اريد اسوي شيء. فقال لي الان انه انت تريد تصير منظف بالمحل، وبعد ما تصير منظف اريدك تتعلم انه انت شلون تشتغل. وفعلا انه اني اشتغلت منظف بالمحل لمدة 15 يوم بتركيا، لكن بلشت اتعلم الحلاقة اني وهناك. بس آدم ما كان مقتنع انه يظل مجرد حلاق. تعرف على صيدلانية عندها صيدلية قريبة من محل الحلاقة. الصيدلانية هذه كانت تعاني من مشكلة بالتواصل مع الزباين العرب اللي يجون التركية لعلاج تساقط الشعر، وما يعرفون لغة البلد. عرب مشتري اللي نزل اللي اشتم كورمان زيارة مجولة بدرم اي درجة ترشكون شيورن بترجمان ولا بدرم. الصيدلانية وافقت وبدت رحلة آدم الجديدة كمترجم في الصيدلية. لكن الطموح ما وقف هنا. آدم شاف فرصة أكبر، فرصة لتطوير مشروع الصيدلية. بدأ يدرس التسويق وريادة الأعمال في الإنترنت، وبنفس الوقت اتذكر مهاراته. آدم كان يشتغل بواحدة من أضخم الشركات اللي موجودة في العراق للتسويق الدوائي. بدأ يطبق اللي يتعلمه. آدم أطلق حملة تسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطور نظام توصيل أدوية للبيوت، وبنفس الوقت خلى مسوقين يجولون بشوارع تقسيم في اسطنبول يروجون الخدمات الصيدلية. هم مترجمين عرب يتكلمون عدة لغات، ومع الوقت الصيدلية صارت مشهورة وحققت نجاح كبير. الصيدلية صارت مشروع ناجح، وآدم من مجرد مترجم صار شريك أساسي بالمشروع، هو اللي حول فكرة بسيطة إلى نجاح كبير. طبعا بالفترة اللي انا اشتغل بيها بالمحل مال الحلاقة، انا مش انا عاجبني اصلا موضوع الحلاقة، لانه انا يعني مش انا عاجبني انه اشتغل بهيج مكان، عاجبني انه اشتغل بمكان ارقى وبراتب اعلى. كان عندي انا خبرة بالصيدليات من اني وكنت بالعراق، لانه بذاك الوقت كان جدي عنده صيدليتين في العراق، وبنفس الوقت كنت اشتغل اني بشركات الاعلام الدوائي، فكان عندي خبرة كلش حلوة بمهنة الصيدلة. رحت على صيدلية اسمها اسطنبول سيتي زانسة، اسمها اسطنبول سيتي. هذه الصيدلية كان بيها مترجم عربي اسمه عادل، وكان هذاك الشخص كان يريد يبطل من الصيدلية. فسألت قلت له عادل انه شلون انا ممكن اشتغل هنا، شو نظام العمل في تركيا. فقال لي يا آدم اذا تريد انت تشتغل في تركيا كل اللي عليك تصير مترجم وبس، وتجي بالدوام وتكون محترم وبس. فقلت له تمام. قدمت السي في مالتي، السيرة الذاتية، قدمت السيرة الذاتية مالتي للصيدلية، وقلت له انه انا اتكلم لغة تركية ولغة انجليزية ولغة عربية، وانا عندي خبرة بمجال الصيدلة. فعلى طول بعد بس 3 ايام اتصلت علي المصيدلية وقالت لي انا موافقة. فهنا انا بلشت العملية. قلت لها شو الراتب مالتي؟ قالت لي راتب مالتك 400 دولار. $400 بتركيا ممكن تاخذ بيها شقة بمكان راقي، وممكن انه تعيش بيها اكل وشرب، لكن ما تقدر تجمع من عندها فلوس. فأنا بذاك الوقت قلت لها ممكن اتعرف اكثر على النظام مالكم مال الشغل، يعني بصيد اللي ممكن تشوفيني السيستم مالتش مال مبيعات، لانه بتركيا ماكو مبيعات مثل ما عندنا بالعراق انه تدفع فلوس عشان بالقاصة. اكو نظام مال مبيعات تشوف اعداد الادوية، ايش قد داخل الادوية، ايش قد بايعين ادوية الاخري. فأنا بذاك الوقت سويت دراسة الأكثر دواء كان دا ينباع في الصيدلية، وفعلا بذاك الوقت كانت الصيدلية تبيع منحفات، تبيع عدوية تساقط الشعر، وتبيع عدوية للأنابيب الأطفال. يعني بذاك الوقت كانت الصيدلية معتمدة على طبيب نسائي، ومعتمدة على أطباء تساقط الشعر، وعلى أطباء للتنحيف. والزباين اللي موجودين كانوا كلهم من الخليج، يعني كلهم حصرا موجودين من الخليج. فأنا هنا لعبت لعبتي، اتفقت وياها اتفاق انه اني امشي صيدلية حسب خبرتي، بس الارباح الزايدة اللي راح تكون راح اخذ من عندها نسبة 50%،
وسويت سيستم خاص بالصيدلية واتفقنا أنا والصيدلي على هذا السيستم ومشينا عليه. والحمد لله والشكر بدل ما كان راتبي 400 دولار بالشهر صرت أستلم بتركيا 3000 إلى 5000 دولار في الشهر الواحد، اعتمادا على المبيعات اللي احنا كنا نسويها من أدوية تساقط الشعر ومن المنحفات ومن مواد الكوزمتيك، بالإضافة إلى أدوية التوليد وأدوية أنابيب الأطفال. فهنا أنا لعبت لعبتي وعشت حياة كلش حلوة بتركيا وحققت نجاح كلش حلو بالصيدلية هذه، وبلشت حياتي نحو الأفضل وشلت من رأسي فكرة أنه أنا أسافر إلى أوروبا وأطلع وممكن أنه أنهزم بالبحر وممكن أنه أغرق، وقررت أنه أعيش حياتي بتركيا ويا صاحبة الصيدلية هذه. اللي كان ناوي خاطر بحياته بالبحر قرر يبدأ حياته بذكاء وصبر، واليوم هو قصة نجاح لكل شاب يسعى لتحقيق أحلامه. قصة العالم مو بس قصة نجاح، لكنها درس لكل واحد يؤمن بنفسه وبقدراته. الإصرار والصبر والثقة بالله والتعلم المستمر ممكن يغيرون أي حياة. وإذا عجبتكم القصة لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصل لكم الجزء الثاني من القصة، لأن الحياة دائما مليئة بالفرص بس تحتاج اللي يقدرها.